الكاتب والمحلل السياسي نضال السبع. سيد نضال، اهلا وسهلا بك. الاتفاق الضمني على ان تكون قواعد الاشتباك مصانه بهذا القدر بين حزب الله اللبناني وبين اسرائيل في جنوب لبنان، الى اي مدى يمكن ان تصمد وفق قواعد الاشتباك المتفق عليها؟ بدايه مساء الخير لك وللمشاهدين. يعني حقيقه اليوم كان هناك 5 عمليات لحزب الله، وهناك يعني كثافه بالعمليات شاهدناها في الفتره الاخيره. بالامس على سبيل المثال كان هناك 8 عمليات لحزب الله، واحدى العمليات صار في اقتحام لتلال كفر شوبة، وبالتالي صار يعني مواجهات من المسافه صفر. طبعا حديث السيد بالامس، من يتابع حديث السيد، ويعني هو اشار بشكل واضح انه يعني هو غير خائف من سحب بعض الألوية من قطاع غزة وألحاقها بشمال فلسطين المحتلة أمام جنوب لبنان، وقال أنه يعني وجود 100,000 من الجيش الإسرائيلي يعني لن يغير شيئا، إن كان يعني ازداد هذا العدد حتى يصل إلى 110 أو 120,000. وقال أنه يعني حزب الله جاهز لمواجهة الإسرائيليين في حال أن يعني نتنياهو وحكومته ذهبوا واتخذوا قرارا بالدخول إلى الحرب. ولكن أنا كمتابع يعني منذ 3 أشهر للجبهة اللبنانية، طبعا لا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم أن هناك حقيقة نحن مقبلين على حرب أو لا حرب أو استمرار الوضع على ما هو عليه. النسب عمليا حتى هذه اللحظة هي 70% لا حرب و 30% هي نسبة الحرب، وطبعا احتمال يعني أن يحدث أمرا ما وبالتالي يدفع باتجاه ارتفاع نسبة 30% إلى 50 و 60%. ولكن حتى هذه اللحظة ما العوامل التي قد تسهم في أن يتحول أو أن تتحول النسبة الغالبة لتغيير قواعد الاشتباك هذه؟ عفوا سيد نضال، ما العوامل التي تتحكم في أن تتحول النسبة إلى احتمالية أو زيادة فرضية اشتعال الموقف بين حزب الله وإسرائيل؟ يعني شوف، كان بالرغم من أنه يعني حديث السيد السابق حينما كان يتحدث عن أن المدني بالمدني وأن الضاحية الجنوبية أو بيروت في حال أنها استهدفت من قبل الإسرائيليين فأن السيد نصر الله وحزب الله سوف يقومون بنفس العمل ويستهدفون تل أبيب، ولكن بالرغم من أن إسرائيل يعني قتلت صالح العروري في وسط الضاحية الجنوبية وهي المنطقة الأمنية الخالصة لحزب الله، يعني لم نرى أن حزب الله ذهب بعيدا بعمليات الرد. صحيح أن هناك ارتفاع بوتيرة العمليات، وفي اليوم الثاني شهدنا يعني استهدافا لأحد الثكنات لثكنة الوحدة 91 ب 92 صاروخا، ولكن هذا ما زال ضمن قواعد الاشتباك. ولكن لم نجد مثلا أن حزب الله استهدف مثلا منصة كاريش على سبيل المثال، وهي نطاق حيوي نفطي للإسرائيليين، ولعب السيد أموس دورا أساسيا بعملية الترسيم. بالتالي يبدو أن حزب الله يخوض هذه المعركة وهو يقول بصريح العبارة، وهذا ما تم إبلاغه للسيد آموس، يعني إن كان عليكم تهدئة الجبهة في الجنوب على الإسرائيليين أن يوقفوا العدوان وأن يتخذوا قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. طالما استمر إطلاق النار في قطاع غزة فإن جبهة الجنوب سوف تبقى مشتعلة، مع احتمالات أن يعني ترتفع من وتيرة الاشتباكات في الجنوب وربما نصل إلى الاشتباك الشامل. ولكن بتقديري الشخصي أنه الجيش الإسرائيلي الذي أخفق في قطاع غزة، نحن الآن نتحدث عن 100 يوم، حتى هذه اللحظة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحرير الأسرى، حتى هذه اللحظة لم يتمكن من الوصول للقيادة العسكرية الميدانية في قطاع غزة، نتحدث عن يحيى السنوار، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من فرض هيبته في قطاع غزة. بالمقارنة مع أداء الجيش الإسرائيلي سواء يعني بال 82 أو بال 67 أو بكل الحروب التي خاضتها إسرائيل، يبدو أن هناك تراجع كبير بقدرات إسرائيل العسكرية. وبالتالي أيضا نتنياهو يواجه يبدو مشكلة كبرى،
أن توقف العملية العسكرية سوف يؤدي بحكم المؤكد إلى ذهابه إلى المحكمة وإلى فتح ملفاته وإلى الإخفاق العسكري الكبير والأمني طيب الذي سيد حدث نضال، في شهر تشرين. سيكون قرارا لبنانيا او سيكون قرارا خالصا من حزب الله وفق التطورات التي من شأنها ان تطرأ وتدفع الحزب لتصعيد موقفه تجاه اسرائيل، ام ان الامر بحاجه ربما الى صيغه ابعد من ذلك مرتبطه بما كان يسمى وحده الساحات، او على الاقل بقرار اقليمي هو الذي يدفع في اتجاه التصعيد هذا؟ هلا يبدو واضحا أن السيد حسن نصر الله من خلال خطابه بالأمس هو ربط وحدة الساحات حينما يتحدث عن أن يعني لن يوقف إطلاق النار من جنوب لبنان إلا إذا توقفت إسرائيل واتخذت قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فبالتالي أيضا هو حتى وأشاد في العمليات التي يقوم بها جماعات الحوثي في البحر الأحمر وشجع الحوثيين على القيام بمزيد من الاستهدافات للسفن، كل هذا عمليا مربوط بجبهة غزة. في حال أن الإسرائيليين توقفوا عن إطلاق النار في قطاع غزة ووصلت الحكومة الإسرائيلية إلى قناعة بالذهاب إلى تسوية سياسية في قطاع غزة، وهنا يعني نتحدث عن جهد مصري الآن يبذل ربما للأجل للبحث عن حلول، في حال نجح هذا الجهد المصري بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والذهاب إلى انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، نستطيع أن نتحدث أن جبهة اليمن سوف تتوقف وجبهة جنوب لبنان سوف تتوقف، وبالتالي سوف يبدأ الحل السياسي. هذا الأمر إذا كان يعني الجهد المصري نجح يعني هناك أمل كبير، ولكن حتى هذه اللحظة للأسف الشديد بالرغم من معارضة الإدارة الأمريكية لأداء السيد نتنياهو وسوء إدارته للحرب ويعني التباين في الموقف الأمريكي والإسرائيلي، ولكن لم نرى حتى هذه اللحظة جهد أمريكي حقيقي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهنا نتساءل هل فعلا الإدارة الأمريكية عاجزة عن وقف نتنياهو عن الاستمرار في هذه العملية؟ حسب المعلومات الإسرائيليين ماضيين في هذه العملية ولا نية للحكومة الإسرائيلية. والتقديرات التي صدرت عن البيت الأبيض بالأمس تقول بأن جو بايدن أوشك على أن ينفد صبره من بنيامين نتنياهو الذي يحرص وبشكل دائم على تأجيج الموقف. نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا.